نستكمل مشاهدينا الكرام تقديم نشرة الأخبار، حيث عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القاهرة فجر اليوم قادما من كوريا الجنوبية بعد انتهاء جولتها الآسيوية التي شملت كازاخستان واليابان وكوريا الجنوبية. كان السيسي قد التقى خلال زيارته لسول رئيسة كوريا الجنوبية بارك جون إيه ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، إضافة إلى رؤساء كبريات الشركات الكورية ورؤساء الاتحادات الاقتصادية والتجارية. كما شهد التوقيع على إعلان الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة والتعاون بين البلدين.